توثيق مسار السيرة النبوية منذ ما قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى وفاته. مفكرون وعلماء وشيوخ وخبراء يروون تفاصيل سيرة سيد الخلق محمد. حبيبه صلى الله عليه وسلم كان قوي الجسد، كان يتعبد الله بشيء من الإحاء الفطري، كان يتعبد الله سبحانه وتعالى بروحانيته العالية كاملا في ذاته مكملا في أوصافه. ما السيرة النبوية أفضل عمل تلفزيوني متكامل عن تفاصيل سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يأتيكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 5:30 مساء على قناتكم ميديانسات. انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية، وبنور الإسلام عم الضياء.
حكمة الله، حكمة الله أحكمت كل أمر، فاستنارت بروحها الحكماء. جبل النور، هذا المعلم الشامخ على أطراف مكة يقف شاهدا على أعظم حدث في تاريخ البشرية، وهو بدء نزول الرسالة الإلهية الخاتمة للبشر كلهم. فقبل سن 43 سنوات حبب للنبي صلى الله عليه وسلم التأمل والعزلة والخلاء، بعد أن تزايدت الشقة العقلية بينه وبين قومه، فصار يأخذ حاجاته الضرورية ويصعد إلى غار حراء في جبل النور، فيقيم فيه شهر رمضان ويقضي وقته في التفكير فيما حوله من مشاهد الكون وما وراءها من قدرة مبدعة، مبديا تشككه فيما عليه قومه من معتقدات، راجيا أن يهتدي إلى ما اهتدى إليه إبراهيم عليه السلام وهو يقلب وجهه في السماء. نحن الآن في طريقنا إلى جبل مهم جدا، وجبل يعني تاريخي، وكل يعني كل الدنيا تسمع بهذا الجبل، وبلا شك يتمنى كل مسلم وكل من آمن برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرى هذا الجبل وأن يستمتع بملامسة صخرات هذا الجبل الجميل، ألا وهو جبل النور. وجبل النور يقع تقريبا في شرق مكة المكرمة. نحن الآن نتجه إلى جبل النور. سأعطيكم نبذة بسيطة عن جغرافية جبل النور. كما ذكرت لكم هو يقع في الاتجاه الشرقي من مكة المكرمة، مرتفع جدا، يعتبر يعني تقريبا من أكثر الجبال ارتفاعا في مكة. الصلاة. ومن الغريب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء ويعني يعبد الله يعني بفطرية يعني التي ودعها الله سبحانه وتعالى في النفس الإنسانية. قمة الجبل تنحني بشكل طبيعي وتلقائي وتتجه إلى الكعبة أو إلى الحرم. الجبل كان قديما بعيد عن البنيان وبعيد عن مكة وبعيد عن الحرم، هو الآن يعتبر في قلب البنيان. الحي الذي يعني يحيط بالجبل يسمونه أهل مكة بالغسالة، ويسمى بحي جبل النور. هنالك مدخل للجبل، طبعا السيارة تصعد يعني بشكل قوي جدا حتى تبدأ على سفح الجبل، ثم تتوقف السيارات. هنالك بعض الباعة المتجولين بالقرب من الجبل. تبدأ الصعود إلى هذه الصخرات التي تذكرنا برحلة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يعتكف في هذا الجبل قبل البعثة بفترة بسيطة، شهر رمضان، وكان يأخذ السيدة خديجة بنت خويلد وأهل بيته ويضعهم في منطقة قريبة من الجبل، ثم يصعد عليه الصلاة والسلام إلى الغار. الصلاة. وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء تحنثه في ذلك الجبل يقوم ببعض العبادات الفطرية أو تلك التي يتداولها الحنيفيون في مكة، مما بقي من موروث دين إبراهيم عليه السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبد بهذه الفطرية، ولا أستبعد أن الله قد ألهمه قبل البعثة يعني الاستقامة على معنى التوحيد. كان يتعبد الله بشيء من الإحاء الفطري، كان يتعبد الله سبحانه وتعالى بروحانيته العالية الفطرية التي يوجهه الله سبحانه وتعالى. نحن لا يمكن أن نسمي ذلك في إطار من التقنين الاصطلاحي أنه
كان متدينا بدين الإسلام، لكنها إرهاصات